يا ابني انا ما اعرفش هل هو كان بيشربني حاجه، هل هو كان بيحط لي حاجه في الاكل او في الشرب، انا والله ما اعرف. بس انا فعلا انا لما شفت الحاجات اللي هو نشرها انا ما لا انا لو انا مش شايفه قدامي مش انا هنقول مش انا اللي عملت كده، لو مش صورتي هنقول مش انا اللي عملت كده. يبقى جه يوم 27/4 ده اتصل عليا، طبعا قلت له طب انا مش تعالي لي بيتي دلوقتي وانا هنصالحك على ابنك وخلاص وكأن مفيش حاجه حصلت وابنك. قلت له نيجي عشان تخلي الولد يضربني تاني. الولد كان بيكتب فيا امبارح، فانا لما حودت وانا جايب الطوب جايب لابني مرجيحه قدام بيته، ماشي مرجيحه العيال الصغيره وابني موقف ابني عليها. طبعا انا لما حصلت المشاكل بينه وبينه قلت له انت قعدت ابني من شغلي عشان تجيب له مرجيحه ويقعد يصرف على مراتك وعيالك، ما انت عويل ماشي. ده واحد معلش بياخد 2000 جنيه ولا ما بيصفوش اصلا على ال 1000 جنيه لانه بيعمل انقطاعات ياما جوه بيعمل غياب ياما جوه ماشي. ال 1000 جنيه ولا ال 1500 اللي بياخدهم ما بيكفوهمش، ما بيكفوش مزاجي وشرب حشيش وبرشام. ده عايش من السرقه والبلطجه والافتراء على خلق الله. لما قال لي تعالي قلت له نيجي عشان تسلط عليا الولد يضربني في قلب بيتك، قال لي والله وحلف لي واقسم لي والله والله ما بنكذب في كلمه، حلف لي واقسم لي وقال لي ورحمه ابويا ما في مخلوق هيمد ايده عليك. هو الواد ضربك اولاني ليه اصلا؟ هو اللي بعته يضربني عشان ما رضيتش ارد عليه على التليفون، عشان ما رضيتش ارد عليه. هو كان لابس هدومه جاب لها ومشى حوالي باسبوع وانا ما رضيتش ارد عليه على التليفون، بيتصل عليه ما رضيتش ارد عليه وحطيت رقمه على الحظر. جه بعت لي ابني ضربني، وبعد ابني ما ضربني ومشى جه بعت لي رساله على الواتس مش انت اللي ابتديتي، جاب لي بقى. قلت له كده اهو ماشي، انا بقى هنعرفك انا هنعمل ايه. انت بتتحديني والله لا نخليكي ما تقدري ترفعي وشك في عين عيل صغير من البلد. قلت له اهلا في خيلك اركبه، انا مش حاطه اخوانه اصلا ان هو خد الصور من على تليفوني خالص، وما نعرفش ان هو نجل الصور من على تليفوني. انا اتفاجئت بالموضوع زي اي حد ان الحاجات دي كلها كانت موجوده على تليفوني. نجلها ازاي دي بقى؟ الحاجات دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن فيديوهات رقص، وانا بقمصان النوم وانا قلعه. ساعات كنت نبقى مثلا انا عايشه في بيتي وبراحتي وفي شقتي، ممكن لما نطلع من الحمام عريان عادي نخش على اوضه النوم يلاقيني مثلا ارقصي لي وانت زي ما انت كده ماشي، نرقص ويصور. انا مصوره على تليفوني كوت عشان ما تديني ما تخونينيش، واقنعني بكده خلاص. ما نقدرش نعرضه في حاجه، لو عرضته ممكن يقوم يضربني يبهدلني، ما بمشيش الا بالقطر والسلاح معاه ماشي. فانا كنت بنتلاشاه عايشه عيشتي معاه، انا استحملته شهرين وانا ما اعرفش اصلا الشهرين دول عدوا عليا ازاي. بنحاول يعني ايه نسير اموري عشان الدنيا تمشي، يعني بنيجي اخر النهار. انا من وقفتي طول النهار على رجليا بنبقى اخر النهار تعبانه ماشي. انا اصلا لو هو قاعد لو انا نمت وعينيا نامت بيجاوبني بالضرب. لازم نبقى سهرانه معاه طول الليل. يبقى لما خدني يوم 27/4 تعالي وكده واقنعني وسبب